عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. أيوة ده بيت دعاء بس يوم الجمعة، ما تنسوش طبعا النهاردة كده تكتروا من الصلاة والسلام على النبي من دلوقتي لحد المغرب، ويا سلام بقى لو كمان نقرأ سورة الكهف، يبقى كده طبقنا باقي سنن يوم الجمعة وربنا يتقبل منا ومنكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة مع السيرة والقصص. احنا طبعا خلصنا قصص الأنبياء وما جبناش سيرة أحلى وأجمل قصة، قصة نبي وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علشان كده كنا قررنا ان احنا هنعملها سلسلة منفصلة. والنهاردة هنبدأ أول حلقة مع ضيفنا الداعية الإسلامي دكتور صالح الشواف، وأهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة دعاء، ومنورة بيت دعاء يوم الجمعة وطول أيام الأسبوع، وسعيد بوجودي مع حضرتك، وسعيد ان احنا يعني بنبدأ السنة الجديدة 2022، بنبدأ السنة الجميلة دي بالكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله أجمل بداية لأجمل سنة بإذن الله، تبقى السنة دي سنة جميلة على كل الناس إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب. إحنا عايزين نسأل كده أول سؤال، ليه هنتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ليه هنتكلم عن سيدنا النبي يا أستاذة دعاء؟ عشان ما عندناش أغلى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندنا أحب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي أولى بينا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا. وحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا وفرض علينا. النبي كان ماشي مع سيدنا عمر قال له يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، فسيدنا عمر بيقول يا رسول الله أنت أحب إلي من كل حاجة إلا من نفسي. أم سيدنا النبي قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمحبة سيدنا النبي فرض علينا. طب إزاي هنحب وإحنا ما نعرفش تاريخه؟ كيف يحب إنسان لا يعرف تاريخه؟ اللي مش عارف تاريخ سيدنا النبي وحياة سيدنا النبي وأخلاق سيدنا النبي وأدب سيدنا النبي وجمال سيدنا النبي ورحمة سيدنا النبي ولين سيدنا النبي ورفق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، طب هيحب سيدنا النبي إزاي يا أستاذة دعاء؟ ما هو الحب بيجي من التعلق، والتعلق ده بيجي من الأخبار، لما نسمع أخبار حد كويسة فنقوم نحب ان احنا نشوفه، نحب ان احنا نقابله، نحب ان احنا نسمع عنه اكتر. فعشان كده أهمية دراسة السيرة ان هي بتربط قلوبنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ندرس السيرة برضو يا أستاذة دعاء، من أهمية دراسة السيرة ان دراسة السيرة بتطمن قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي وكلا نقص عليك، الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ربنا بيقول للنبي يا محمد إن في أخبار الرسل التي نتلوها عليك في القرآن تثبيت لقلبك ولفؤادك على الحق. ده ربنا بيقول كده لمين؟ للنبي. طب مال احنا يبقى حالنا ايه؟ فاحنا من باب اولى بقى لما نسمع قصص الانبياء ونسمع بعدهم قصه اعظم الانبياء وامام الاولياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، يقوم القلب يطمن اكتر.
فاللي مش مؤمن بسيدنا النبي ممكن يؤمن بسيدنا النبي بعد ما يسمع سيرته، واللي مؤمن بيه يزداد إيمان ويزداد حب لسيدنا النبي ويزداد قرب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد برسول الله تعلقا ولرسول الله اشتياقا صلى الله عليه وسلم. ليه محتاجين ندرس السيرة النبوية؟ محتاجين ندرس السيرة النبوية عشان احنا مأمورين بالاقتداء بسيدنا النبي. طب ازاي هنقتدي بيه بدون دراسة السيرة بتاعته صلى الله عليه وسلم؟ فعشان كده أهمية دراسة السيرة ان هي بتخلينا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نشوف ازاي كان بيتعامل مع زوجته، كان رحيم مع أهل بيته، كيف كان يعامل عياله وجيرانه وأصحابه، بل وحتى أعداءه عليه الصلاة والسلام، كانت حياته عاملة ازاي صلى الله عليه وسلم. عشان كده حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي النموذج الأمثل للإسلام، ده التجسيد العملي للإسلام، الصورة أو الشرح العملي لتعاليم الإسلام السمحة، طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا معاشا حيا في حياته وفي وجود أصحابه. عشان كده الصحابة اهتموا بالسيرة واهتموا بدراسة السيرة ونقلوا لنا كل تفاصيل السيرة النبوية. سيدنا علي بن الحسين بيقول كنا نعلم أولادنا السيرة كما نعلمهم السورة من القرآن. كانوا مهتمين بالسيرة للدرجة دي لأن دي اللي هتقربهم من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هتوصلهم للاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبيقول لنا سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وبيقول لنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سيدنا النبي بيقول كده، قل إن كنتم تحبون الله، والله يذكر لنا هذا في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيبقى محبة ربنا متعلقة بإيه؟ بمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمحبة تقتضي الاتباع، ان انا اقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وامشي على نفس الطريق اللي مشى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال لنا وما اتاكم الرسول فخذوه استمسكوا به وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لنا فليحذر الذين يخالفون عن امره، اللي ما بيسمعوش كلام سيدنا النبي، اللي عندهم جرأة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم جرأة على حديث سيدنا النبي، عندهم جرأة على سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لما بيسمعوش كلامه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الحقيقية في البعد عن السيرة النبوية، الفتنة الحقيقية في البعد عن سيرة خير البرية، الفتنة الحقيقية إن احنا ما نعرفش سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا علشان نقول إن احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم نعرف ونتعلم السيرة بتاعته. أحسنت يا أستاذة دعاء. يا أستاذة دعاء خليني أقول لك، النهاردة اللي بيحب لعيب كورة حافظ تاريخه كله، نشأ فين وراح نادي إيه وجاب كام جول وعارف كل حاجة عنه. طب ليس عندنا أعظم من رسول الله، ليس عندنا أحب من رسول الله، ليس عندنا أعظم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. دعيني أقول لحضرتك يا أستاذ دعاء إنني حين أتكلم عن سيد المصطفى فإنني لست متكلما محايدا، إنما أنا أتكلم عن حبيب قلبي وروح فؤادي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا أتكلم عن الذي أنقذنا الله عز وجل به من الضلال إلى الهداية ومن العماية إلى النور صلى الله عليه وسلم. إنني كالجندي الذي يتكلم عن قائده، أو كالتابع الذي يتكلم عن سيده، أو كالتلميذ الذي يتكلم عن أستاذه. ولذلك أنا لست محايدا وأنا أتحدث عن رسول الله، فأنا أتكلم بكل حب وبكل تعلق وبكل شوق وبكل اشتياق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عشمان كده أستاذة دعاء لما نقابل سيدنا النبي على الحوض إن شاء الله في الجنة، إن نقول له يا سيدنا النبي إحنا كنا بنكلم الناس عنك وكنا بنفكر الناس بسيرتك وأخبارك، فيمكن دي اللي تشفع لنا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اكتب لنا. وعاوزين كده نجدد النية واحنا في اول السلسلة دي يا استاذة دعاء، ان يا رب احنا عشمانين فيك يا رب، يا رب، وكل اللي بيساعدنا على اخراج الحلقة دي يا رب، كل فريق العمل اللي معانا لا استثني احد، وكل اللي بيتابعنا وبيشوفنا يا رب احنا عشمانين ان الحلقات دي تدخلنا الجنة يا رب، وان سيدنا النبي يقبلنا ويشفع لنا ويسقينا من ايده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا على الحوض ببركه الحلقات دي وببركه الكلام عن سيدنا النبي وتذكير الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه برضو ندرس السيره يا استاذه دعاء؟ عشان نفهم السنه، نعرف ليه النبي في بعض المواقف تصرف بشكل معين، ليه قال كذا في الوقت الفلاني، وليه عمل كذا مع فلان
فالأم نفهم السيرة، مش ربنا قال لنا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. حضرتك واخده بالك من الآية بتقول إيه؟ وأنزلنا إليك الذكرى، يعني في حاجة نزلت أهي من ربنا لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى الاثنين وحي من الله والاثنين منزلين من الله اللي هم القرآن والإيه؟ والسنة. وأنزلنا طبعا. إليك الذكرى يعني السنة بيكملوا بعض بيكملوا بعض. وأنزلنا إليك الذكرى يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم يعني القرآن. فعشان كده محتاجين نفهم السنة النبوية ونتعرف على السنة النبوية. من فوائد دراسة السيرة يا أستاذ دعاء برضو، ليه ندرس السيرة؟ عشان نفهم القرآن. طب إزاي؟ إيه علاقة السيرة بفهم القرآن؟ أدي لحضرتك مثال. لما نيجي نقرأ في القرآن مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هو مين اللي عبس ومين اللي تولى وليه عبس وليه تولى؟ هو إيه الموضوع؟ فلما نقرأ ندرس السيرة النبوية نقوم نفهم إن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم صحابي من صحابة النبي، راجل أعمى جاي بيكلم سيدنا النبي، وسيدنا النبي مشغول مع كبار المشركين وقتها، فالنبي اتشغل عنه، فالراجل زعل، الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، فربنا عاتب النبي عشان خاطر الصحابي اللي اتكسر ده، وقال لسيدنا النبي عبس وتولى، أنت إزاي لا تهتم لهذا الصحابي وتنشغل عنه؟ قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ممكن يكون أهم من كل اللي أنت بتتكلم معاهم. ولذلك القرآن نزل مؤدبا ومعاتبا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا النبي بقى يعمل ايه لما يشوف عبد الله بن ام مكتوم بعد الموقف ده؟ ينادي عليه ويقول له تعالى يا من عاتبني ربي فيه، انا ربنا عاتبني عشانك. لما نقرا في القران يا استاذه دعاء مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو مين اللي ضرب لنا مثلا؟ لما الأم ندرس بقى السيرة فنفهم من السيرة النبوية إن الوليد بن المغيرة جيل سيدنا النبي وجايب عظم بتاع ميت، عظم قرب يعني يبلى او يفنى يدوب، ففت العظم في يدي حتى صار رمادا. ثم قال مستهزئا يا محمد ايستطيع ربك ان يحيي هذه العظام بعد ان كانت ترابا؟ ربك يقدر يحيي العظم ده تاني بعد ما بقى تراب؟ فام ربنا منزل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هو نسى وكان ايه؟ نسى اصله ايه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. عشان كده السيره بتفهمنا القران. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. مين دي اللي سمع؟ ربنا سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فلما ندرس السيرة نعرف ان هي خولة بنت ثعلبة، ست اتخانقت مع جوزها وجوزها حلف عليها بالطلاق، فراحت تسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتتكلم مع سيدنا النبي، وبعد ما خرجت من عند سيدنا النبي رفعت ايديها لربنا واشتكت لربنا وقالت له يا رب نزل على النبي حل مشكلتي. فأم ربنا منزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، خرجت من عندك بتناديني وتشكو إلي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. السيرة تعيشت مع القرآن. فلما نقرأ القرآن بعد كده يا أستاذ دعاء نبقى مستمتعين بالقرآن، لأن احنا فاهمين معاني الآيات، فاهمين القصة، فاهمين الحكاية، فاهمين الموقف اللي بسببه نزلت الآية. السنة بتفسر حاجات كتير في القرآن. أحسنت يا أستاذة دعاء. طيب نرجع نكمل كلامنا لكن بعد الفاصل. مفيش أجمل وأروع وأحلى من إنك تعمل خير،
واللي أحلى وأجمل وأروع إنك تعمل خير لحد يعز عليك قوي، مفيش حد يعز عليك أكتر من والدك. أنا واقف جنب الصك ده وفرحت جدا 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 لما لقيت الصك اللي أنا متبرع بيه من كام شهر، لما جيت وشفت ده والنخلة كمان ورايا هي شفتها مخضرة وبترعرع، وحاجة فعلا أنت لما تشوف نتيجة اللي أنت بتعمله وبتدفعه وبتبذله بيفرق قوي، مش أنك اتبرعت وخلاص أو أنك طلعت حاجة وخلاص أو أنك قلت أن أنا مثلا هاخد الوصل اللي أنا اتبرعت بيه أو دفعته، لا أنت بتشوف ده بعينك. عشان كمان الناس اللي هي يعني الصكوك اللي حواليا واللي ورايا واللي قدامي واللي على يميني واللي على شمالي، اللي حوالي 4000 نخلة مزروعة حواليا هنا في 115 فدان اللي أنا واقف في وسطهم دول، لا عايز أقول لك إن في واحد زرع فدان لوحده، والله في واحد زرع فدان لوحده في 60 صك، 60 نخلة لوحده بس. أنا عايز الناس تقتدي بده، عايز الناس تعمل ده، عايز الناس تبقى حريصة إن هي في حياتها يحاولوا من، مش عاوز أقول من وقت لآخر، طول الوقت إنهم يسعدوا أبائهم ويسعدوا أمهاتهم. فأنا إذا كنت عملت ده لوالدتي ربنا يبارك فيها ويحفظها ويديم الشفاء عليها والنعمة والعافية والصحة، أنا بإذن الله من هنا وبجوار هذا الصك بإذن الله في القريب العاجل برضو بإذن الله صك لوالدي ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويبارك فيه. انت عملت ده النهاردة، بكرة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك في أولادك وتلاقي أولادك وبناتك يعملوا لك صح. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت أحسنت، الله سبحانه وتعالى سيكافئك في الدنيا قبل الآخرة وسيجند لك من يحسن إليك. هي دي المعادلة، هي دي التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى اللي دايما بنقول تجارة رابحة يرجون تجارة لن تبور. انت لو انت 4 اخوات، انت واخواتك كل واحد، انت بقى لو تقدر تعمل صك لوحدك يلا، ما تقدرش انت اخواتك كل واحد 1000 جنيه، والله انت ممكن تعمل جمعية زي ما انت مثلا بتعمل جمعية، عاوز جمعية تشتري بيها حاجة، تعمل بيها حاجة، تخلص بيها حاجة، لما تعمل جمعية ب4000 جنيه عشان تفرح والدتك ووالدتك على الشاشة، او تبقى انت جاي تتصور كده وتتصور جنبها وتقول لها دي هديتي ليكي. ونعمل ده في يوم الأم، ده أجمل هدية تقدمها لوالدتك، بدل ما تجيب لها موبايل، بدل ما تجيب لها عباية، بدل ما تجيب لها حاجة تستهلك مع مرور الأيام والأوقات والأعوام، خلاص بعد سنة بعدها تصبح بالية، لكن دي حاجة عمرها لا يقل عن 100 سنة، غير أنك هي بتنتفع بها انتفاع شخصي، ده بينتفع بها آلاف بل ملايين الناس على مدار 100 سنة على الأقل، ربما يصل إلى 150 سنة. فأكرر يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى علي أنه وفقني أن أعمل حاجة زي كده، وبإذن الله في القريب العاجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمري حتى أقوم بمثل هذا لوالدي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، اللهم آمين. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومكملين حلقتنا النهاردة، حلقة بيت دعاء يوم الجمعة، ومكملين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول قبل الفاصل إن ليه ندرس السيرة، قلنا عشان بنحب سيدنا النبي وعشان نقتدي بسيدنا النبي وعشان ما عندناش حد أهم من سيدنا النبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعشان الأمم والشعوب يا أستاذة دعاء بتعنى بدراسة عظمائها، وليس عندنا أعظم من رسول الله.
كذلك ليه ندرس السيرة النبوية؟ عشان لما تأملت يا أستاذة دعاء في حياة العظماء الذين كتب عنهم، هتلاقي أن كل واحد نبغ في جانب معين من جوانب العظمة، لكن ما تلاقيش في التاريخ، نادر أن يكون هناك في التاريخ إنسان نبغ في كل الجوانب وفي كل النواحي إلا سيدنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين، لأن الله كملهم ولأن الله جملهم سبحانه وتعالى بما يليق برسالاته، فلذلك كانوا على النحو الذي ينبغي والذي يليق، فكانوا النموذج الإنساني الأروع والأرقى والأجمل والأكمل. فلذلك دراسة سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتدلنا بقى نموذج إنساني راقي للتعامل في كل نواحي الحياة. فلما نعيش مع السيرة النبوية نعرف نتعامل في حياتنا بأخلاق سيدنا النبي، وصفات سيدنا النبي تنزل علينا من كتر ما بنسمع عنها ونتكلم عنها نقوم نقلدها ونتشبه بيها، فنلاقينا في حياتنا بنقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في حياته مثلا يا أستاذ دعاء، إزاي كان عنده رحمة، كان عنده رفق، وتعدي عليه جنازة يهودي يقوم يقف لها، فالصحابة المسلمين حواليه يقولوا له بتقف لجنازة يهودي؟ قال أوليست نفسا، هو مش إنسان؟ فيعلم أصحابه الإنسانية والرحمة صلى الله عليه وسلم. يختلف مع زوجته السيدة عائشة في يوم صلى الله عليه وسلم، فيتكلم معها برفق ولين، وبعدين الحوار يتطور فيدخلوا سيدنا أبو بكر الصديق عشان يحكم بينهم، فسيدنا أبو بكر جاء قعد بين سيدنا النبي وبين ستنا عائشة عشان يحكم بينهم. الأب الحما بيحكم بين بنته وبين زوج بنته، فأنت متخيلة بقى الموقف إيه؟ أكيد يبقى صف بنته يعني. طبعا. فستنا عائشة قالت للنبي، النبي بيقول لها تتكلمين أما تكلم أنا؟ تكلمي أنت الأول ولا أتكلم أنا الأول؟ شايفة أخلاق سيدنا النبي، شايفة جمال سيدنا النبي، شايفة أدب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت تكلم ولا تقل إلا حق، اتكلم بس ما تقولش إلا الحقيقة. يا نهار أبيض، بتقول كده لمين؟ للنبي، لسيدنا النبي. فسيدنا أبو بكر ما قدرش يستحمل فقام فضربها وقال أتقولين هذا لرسول الله؟ أنت بتقولي كده لسيدنا النبي؟ فبكت الصديقة، فقام رسول الله وأخذ يحجز أبو بكر عن الصديقة ويقول يا رجل ما لي هذا استدعيناك، إحنا جبناك عشان تصلح بيننا، ما لي هذا استدعيناك. وبعدين يدخل سيدنا النبي، ستنا عائشة بقى بتعيط، أبوها كان خلاص مستنية أنه ينصرها على جوزها فضربها يعني، فخطرها منكسر فبتبكي، فسيدنا النبي يضحك معاها ويطيب خاطرها ويقول لها رأيتيني وأنا أحجز عنك الرجل؟ شفتيني وأنا بحوشه عنك بشيله عنك عشان ما يضربكيش؟ رأيتيني وأنا أحجز عنك الرجل؟ فتبسمت عائسة، ليدخل الصديق ويقول أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. أيوه. أنا برضه أبقى معاكم دلوقتي. أيوه. نموذج عملي في كل نواحي الحياة صلى الله عليه وسلم. يجي له سائل، واحد بيطلب صدقة، بيطلب مساعدة، فيقول له أعطني يا محمد فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، دي ولا فلوسك ولا فلوس أبوك، بيقول كده لمين؟ لسيدنا النبي. أنا بستحلفك بالله يا أستاذ دعاء، لو واحد فينا تقالت له الكلمة دي طبعا أسلوب ما ينفعش أنه حد يكلم حد بيه أصلا. يعني كمان شحات بيسأل واحد بيسأل بيطلب مساعدة، كنا هنسمع ردود زي. طبعا مش هنتقبل ده أبدا طبعاً. يعني أنت بتطلب مساعدة وكمان ما بتطلب، لا تطلبها بأدب. عرف سيدنا النبي عمل معي إيه؟ أعطاه رسول الله غنما بين جبلين، قال أترى هذا الوادي من الغنم؟ قال نعم، قال هو لك. فرجع الرجل إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عشان كده كان الراجل يجي لسيدنا النبي وما بيكرهش حد قد سيدنا النبي، ولما يقعد ويشوف أخلاق سيدنا النبي يقول له يا محمد والله ما كان أحد على ظهر الأرض أبغض إلي منك، والآن ما أحد على ظهر الأرض أحب إلي منك. دلوقتي أنت أحب إنسان على ظهر الأرض ليا. يعني هم في العصر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشوفوه، سواء اللي بيحبوه أو اللي بيكرهوه كانوا بيشوفوه، كانوا بيتأثروا بشخصيته في صلى الله عليه وسلم. على الصلاة والسلام. لكن إحنا ما عندناش الفرصة دي ان احنا نقابله، فيبقى على الاقل احنا نقابله من خلال دراسة السيرة بتاعته. الله على حضرتك يا أستاذة دعاء، لسيما ان محمدا ليس واعظا يعني يلقي موعظته لتذهب أدراج الرياح، بل انه رسول جاء برسالة تنتشل الإنسانية من الضياع إلى الرشد، ومن التيه إلى الهداية، ومن الظلام إلى النور. إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل جاء برسالة تنتشل الإنسانية كلها
إلى ما فيه صلاحها وإلى ما فيه رشدها، فوضع دستورا إسلاميا إنسانيا ينتشل هذه الأمة من الضياع. لما نخش في الحلقات يا أستاذة دعاء ونتعرف على تاريخ العرب، الأمة العربية كانت ضائعة، فجاء المصطفى لينتشل هذه الأمة صلى الله عليه وسلم بهذه التعاليم السمحة وبهذه الأصول السهلة للإسلام الحميد. عشان كده دراسة السيرة تدلنا النموذج العملي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن حزم يا أستاذ دعاء بيقول كلمة جميلة قوي في كتابه الملل والنحل، يقول: فهذه السيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمن تدبرها اللي يقف مع السيرة دي تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد أنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. بيقول لو ما فيش معجزة للنبي اللي سيرته وأخلاقه واللي جالنا عنه ده كفاية، مش عاوزين حاجة تاني. لو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. رجل يعدل بين زوجاته ويعاملهن بلطف ورفق وليم، ويقدر عياله ويهتم لأمورهن، ويتفقد شؤون أصحابه، ويعقد الندوات لأصحابه، ويعقد الاتفاقات والصلح، ويبعث الجيوش وينفذ السرايا، ويستقبل الوفود، ويعقد المعاهدات، ويصل الأرحام، ويعطي المحتاج، ويعين الفقير، ويساعد كل ذي حاجة، ويكون في خدمة أصحابه، وتأتي المرأة من جواري المدينة فتأخذ بيده فيسير معها حتى يقضي لها حاجتها وما أرادت، وهو مع كل هذا يصوم النهار حتى تظن أنه لا يفطر، ويقوم الليل حتى تظن أنه لا ينام. يفعل هذا كله صلى الله عليه وسلم بميزان الاعتدال والوسطية، فلا شيء عنده يغلب على شيء، إنما صلى الله عليه وسلم وسط في كل شيء في حياته يفعل كل هذا. عشان كده سيدنا النبي بيدلنا النموذج الوسطي الجميل اللي فيه الشخصية المسلمة المستقيمة، الشخصية المسلمة الصحيحة، الشخصية المسلمة، خليني أقول كده التعبير ده واسمحي لي أقوله يا أستاذ دعاء، الشخصية المسلمة السوية نفسيا، اللي هو ما عندوش جانب بيطغى على جانب، وما عندوش جانب من جوانب الحياة بيغلب جانب آخر، إنما زي ما ربنا قال لنا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. خليك إنسان ناجح في كل مجال من مجالات الحياة، واجتهد في أي مجال أنت فيه، وفي نفس الوقت ما تنساش ربنا وما تنساش حقوق ربنا. هو ده النموذج اللي محتاجين نتعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنقوم نحصل المنهج التربوي اللي نتربى عليه ونربي عليه بيوتنا وعيالنا. الإسلام هو دين الوسط، دين الاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الله يقول هذا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فيبقى هنحصل منهج تربوي من دراسة السيرة النبوية نعيش عليه حياتنا. كمان دراسة السيرة النبوية بتخلينا نقرب منه صلى الله عليه وسلم، هو أول واحد يدخل الجنة، ومحدش يدخل الجنة إلا بعد سيدنا النبي، والخلائق لن يحكم بينها يوم القيامة إلا بشفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي اتفتحت له أبواب السماء وطلع لمكان محدش طلع للمكان ده زيه صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى. كل المنزلة دي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ندرس السيرة نقرب لكل الكلام ده، فنبقى أقرب إلى أن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب اكتبها لنا يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. طب في سؤال بقى مهم أوي يا أستاذ دعاء، هندرس السيرة منين؟ احنا شايفين كتاب، هو الكتاب اللي انت بتقرأ الكتاب منه؟ طبعاً هو طبعاً. يعني بعافية شوية عشان الكتاب ده معايا تقريباً من 10 سنين. هو كتاب الرحيق المختوم، الكتاب ده كتاب المختوم. الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري. الرحيق المختوم ده، الاسم ده طبعاً اسم وافق مسماه، فهو رحيق ومختوم. صفي الرحمن المبارك فوري المصنف بتاع الكتاب ده، الراجل ده عالم من علماء الهند، ونسبه ينتهي لسيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. والعالم ده كان من علماء اللي تميزوا جدا، هو مولود سنة 1943، وحفظ القرآن واللغة ودرس الفقه والعقيدة وتعلم السيرة والسنة، وبعدين رحل لمدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيدرس في الجامعة في مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رابطة العالم الإسلامي عملت مسابقة لأفضل بحث يتعمل في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اتقدم 171 بحث وكتاب في السيرة النبوية. الكتاب ده الرحيق المختوم أخذ الجائزة رقم 1 على العالم الإسلامي كله، لأن أسلوبه سهل وأسلوبه بسيط،
وتحس ان صاحبه كده كتبه بنيه وكتبه بحب. باخلاص بحب. هو حتى للنبي. بيقول يعني لما جه يقدم الكتاب وان هو يتكلم عن النبي، ودي رساله برضو لينا، تعظيم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لتوقروه. احنا محتاجين نوقر سيدنا النبي. المصنف بيقول من انا حتى القي الضوء على حياه سيد المرسلين؟ انا مين عشان اتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ من انا حتى القي الضوء على حياه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده لما كتب الكتاب ده بهذا الاخلاص، الكتاب انتشر في العالم كله وربنا وضع له قبول. حتى المبارك فوري نفسه، صفي الرحمن المبارك فوري، بيقول وقد قدر الله لهذا الكتاب من القبول ما لم اكن ارجوه واقبل عليه الخاصه والعامه. ما توقعش يعني، ما كنتش احلم ان، بيقول كده، ما كنتش احلم ان الكتاب ده ينتشر الانتشار ده في كل الدنيا وكل الناس اقبلت عليه بتقراه. وهو مش عربي اصلا، وهو هندي. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. دي رسالة لنا، أن كلمة الإسلام توحدنا وسيرة النبي تجمعنا وتجمع كلمة الإسلام. السيرة النبوية فيها كتب كتيرة جدا، بس في كتب كبيرة قوي في السيرة، يعني زي أول كتاب اتعمل في السيرة النبوية السيرة لابن إسحاق، ده كتاب كبير جدا. بعد السيرة لابن إسحاق ابن هشام واختصر الكتاب ده في 4 مجلدات كده وسماه السيرة لابن هشام. دي كتب مطولة شوية يا أستاذة دعاء. السيرة لابن كثير، زاد المعاد، كل هذه الكتب كتب مطولة في دراسة السيرة النبوية. ميزة الرحيق المختوم إنه كتاب مختصر. عندنا من الكتب المختصرة الرحيق المختوم، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. فاحنا اخترنا الكتاب ده عشان أسلوبه سهل وبسيط، والسادة المشاهدين يقدروا ينزلوا الكتاب على الفون PDF الكتاب، ويتابعوا معانا إن شاء الله عز وجل من شرح في شرح الحلقات، وممكن يبقى معاهم ورقة وقلم، لأن الكتاب ده فيه يعني بفضل الله عصارة مذاكرة 10 سنين في السيرة النبوية. أنا بشرح السيرة من 10 سنين وأنا 20 سنة، يعني 10 سنين بفضل الله عز وجل يعني سأخرج نتاجها في هذه السلسلة المباركة. فممكن إن شاء الله عز وجل يبقى معانا السادة المشاهدين المهتمين بدراسة السيرة في ورقة وقلم كده معانا المعلومات المهمة، بحيث لما نخلص دراسة السيرة يبقى كل حد بيتابع الحلقات دي عنده كده زي أجندة كده أو مجموعة أوراق كده صغيرة فيها ملخص لكل حاجة سمعها أو عرفها معانا في الحلقات دي وفي السلسلة دي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعاوز أقول بقى كلمة مهمة، يعني أنا بعتذر لحضرتك يا سيدنا النبي لو قصرت وأنا بتكلم عنك يا رسول الله، عذرا رسول الله عذرا إن قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يوصف، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى، يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب العظيم تشرفا. نحن حين نتكلم عن رسول الله فإنما نشرف أنفسنا بالحديث عن المصطفى، فإنما نرفع من قدر أنفسنا ومن مكانتنا ومنزلتنا بالحديث عن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. فأفضل المجالس ما كانت عن رسول الله، وأجمل الكلمات ما كانت عن رسول الله، وأعظم الحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا رب يا رب انفعنا بحبنا لسيدنا النبي، واجمعنا يا رب يا رب، أسألك يا رب في هذه الساعة أن تجمعنا في الدنيا عند الروضة المشرفة نسلم على سيدنا رسول الله، وأن تجمعنا به في الجنة عالية قطوفها دانية، ينادى على أهلها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أشكرك جدا وربنا يكرمك، ربنا ويتقبل مننا. اللهم أمين يا رب. ومشاهدينا أسيبكم مع فاصل.